أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو القصير. اسمي كمال فخر الدين، مستشار أكاديمي في شركة هوتن ميفلن هاركوت، والتي تقدم لكم كل الحلول الأكاديمية من ضمنها موقع التعلم والتعليم The Global Learning Platform. في هذا الفيديو سوف أشرح لكم الرسالة الترحيبية التي تتلقونها عبر البريد الإلكتروني بعد طلب تراخيص المدرسين والطلبة للدخول على موقع GLP أو The Global Learning Platform. الرسالة التي أمامكم هي رسالة ترحيبية الأولى، والتي تتضمن المعلومات والإرشادات التي يجب الولوج إليها لمعرفة كيفية إضافة المستخدمين إلى الموقع. تتضمن هذه الرسالة أيضاً اسم المستخدم وكلمة المرور للمستخدم الإداري، ويجب على المستخدم أن يقوم بتغيير كلمة المرور في المرة الأولى التي يقوم فيها بزيارة الموقع. كما ذكرت في الفيديوهات السابقة، يمكن للمستخدم الإداري إضافة المدرسين والطلبة على الموقع، والرابط الذي أمامكم يزودكم بالمعلومات الكاملة حول طريقة القيام بذلك. كما تزود هذه الرسالة المستخدم البريد الإلكتروني للدعم التقني support@trinity.org. أما الرسالة الثانية فهي تتضمن كامل المعلومات عن التراخيص التي تم طلبها، وذلك من خلال عرض عنوان كل كتاب رقمي وعدد التراخيص التي عينت لمدرستكم. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، وأراكم لاحقا. Thank you for watching. Make sure to subscribe to the HMH International Content Cares YouTube channel. If you're looking for more content, click on the video to the right of your screen. Welcome to our global community.